اكس يا ربي. معقول اكس جد راح تكون شكل فري فاير ب 2025؟ كم يا اساطير، معكم دراجونوف ورجعت لكم بفيديو جديد. واليوم رجعت لكم بفيديو من اكثر سلسله بتحبوها، سلسله فيديوهات التيك توك. واليوم راح نشوف مع بعض اكثر فيديوهات مشهوره على التيك توك، منها المضحكه ومنها مقاطع المونتاج ومنها الحزينه ومنها مقاطع المونتاج الخرافيه. معكم دراجونوف، واذا كنتوا جاهزين يلا نبلش. اوكي، وخلينا نشوف مع بعض اول مقطع لليوم. تمام، عندنا هذا متخبي بيستنى خصمه يطلع علشان يموت في اللغب. اوكي، لا يي طلع طلع جاء من هناك. يا رب، والله واضح ان الخطه فشلت، بس لا الخطه نجحت 100%. اوكي، انت قتلتها الله يعطيك العافيه، بس مش عارف ايش استفدت ما دامك انت ميت برضه، فمش عارف اقول لك اذا الخطه فشلت ولا نجحت. اوكي طيب، شوف طلبت دم، الكل وقف معها لانها بنت، بس لانها بنت. طلع اما طلع الشاب، طلع الشاب وقع نوك، طلع هاي. لا والله يسحب وجود. طلع يا ربي. وبحكي لك عن المساواه، لما وقعت البنت نوك كل السكواد اجى عشان ينقذها، حتى ناس من برا السكواد اجوا برضه بدهم ينقذوها. اما الشاب لما يقع نوك والله ولا حدا بيعبره، او حتى لا اصحابه بالسكواد بيجوا بيستنوه، يقول له مطول عبين ما تتفنش حبيبي، بدنا ناخذ اللوت تبعك. اوكي طيب، عندنا هذا بوت بس. اوه حلو نايس، بس في خطأ في المونتاج بسيط، يعني كيف بوت مع دراكو انا مش فاهم، وطلع برضه مع سكار انا مش عارف ايش البوت الخارق هذا، البوت الخارق للطبيعة. بس ليش الكذب، الفكرة حلوة عجبتني الفكرة. اوكي، عندنا هاي البنت تمام قاعدة تتجول. اوكي اجت هون، طيب لا 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 هذول الجدران بتكسروا، لا لا طلع الحل الاخير، الحل الامثل، تيمت معاهم هاي البنت بتفهم، عجبتني هاي البنت. اوكي اعطتها كل اللوت تبعهم. اوكي اوه لا شكلها راح تخدرهم، طلع هذول قاعدين ياخذوا اللوت، والله ما هم صحيين. طلع والله كفو لا عن جد واضح انه هاي البنت عارفه شو تسوي. اوكي في عندنا هذول، طيب اوكي وال بلمحة بصر شال كل اللوت. طلع والله العظيم يا انتوا مش مستوعبين حاليا قد ايه في خاطر ببالي اسم شخص، سبب هذا الفيديو تذكرت اشخاص كثير وانا منهم برضه، ترى بتلاقيني توني نزلت على البوشينوك فجاه تلاقي كل البيوت فاضيه، كل البيوت خالصه، ما ظل ولا بيت فيه لوت اصلا، هيك اللعب الاصلي ولا بلاش. اوكي في عندنا هذول، طلع هذا واقع نوك ولا ايش؟ هذول عمين قاعدين ينطخطخوا هذول؟ يا حبيبي وراكوا قنبله يا حبيبي، صحصح يا حبيبي، مش اطخ هناك، لا يعني تضلك تطخ، انتبه وراك يمينك يسارك، مش هيك اللعب يا صاحبي، والله مو هيك. اوكي طيب، هذا صف السيارة عنده. اوكي الا السيارة تضربني انا ولا تضرب سيارتي، هاي قاعدة كل شاب معاه سيارة، اضربني انا كسرني بس اوعى تلمس السيارة. في عنا هذول، اوكي هرب هرب، طب ما انت متت الا شحطه، ايوه جاك لحقك. يي الغباء، يي يلعن ام الغباء. اوكي هسه فهمت، هاف كان مدمجه بالاول فلما نزل وهو اساسا دمه فل ما مات، شايفين كيف؟ بس هذا لما لحقوا اساسا دمه ناقص، اتطلع اسهل طريقة علشان تقتل بني ادم بصراحة، ما شفت اسهل من هيك. في عنا هذا دبل فيكتور، ايوه الدبل فيكتور كفو. طيب الموسيقى عالم ثاني. طب انت قتلت لغم، اوكي طيب وين الاعتراف في الموضوع؟ يعني اللي مش فاهم ايش اللي قاعد يصير، من فتره هاي الاغنيه كانت مستخدمه كثيره بلقطات الجلد، ودائما المحترفين بحطوها بالفيديوهات تبعتهم، فطلع اخونا بالله وقع واحد بلغم بالغلط، وانتوا فهمتوا الفكره. اوكي عنا البنت، في واحد قدامك مالك بترقصي،
في واحد قدامك ييب التروب نزل عليها. انا لحظه صفنت قلت إيه لحظه شوي البنت كيف ماتت، بس بعدين انتبهت انها واقفه قاعده ترقص مكان تبعت الدروب. ما شاء الله والله العظيم جماعه التيك توك بفري فاير مستواهم كثير متقدم، عمرهم بحياتهم ما نجحوا انهم يصطفوني. اوكي خلينا نشوف الديناصور هان. طيب اوكي وقع البنت نوك. طيب جاي خلاص رايح ياخذ اللوت تبعه يفنشها. لحظه في ثنتين هون مش واحده. ليش هربت يا اخواني؟ اذا في حد فاهم هذا الفيديو فهمني ايش اللي صار هون بالضبط. طب لو رميت القنبله كان خلاص امورك تمام. لا حول ولا قوه الا بالله. هذا النوع من الفيديوهات اللي ما حد فاهم القصه تبعته ولا ما حد فاهم مغزاها الا اللي عمل الفيديو، وحتى اللي عمل الفيديو يمكن يكون مش فاهم هو شو سوى بالضبط. عمل هيك اي خبصه ونزلها. طيب في عندنا هون هاد في عندهم اوكي. والله العظيم دائما بتصير، والله العظيم يا ما صارت معي. انا متاكد وعارف شو في بمخ هاي البنت حاليا، تعرفوا ليش؟ لاني كثير تعرضت لهذا الموقف، حاليا هاي البنت بتفكر وقاعد تحكي له ليش سرقت الكل مني؟ يا ربي يا الله شو بتصير معي؟ بكون قاعد العب انا والسكواد هيك طبيعي، وبنلاقي واحد، طبعا الشباب اللي معي بالسكواد بكونوا اسالهم ساعة بطخوا عليهم مش قادرين يجيبوه، أنا من آخر الدنيا أجي طلقة هيت شوت بكون مموته، بيجي بيحكوا لي ليش سرقت الكل تبعي؟ ليش سرقت الكل تبعك؟ من متى الكل مكتوب عليه اسمك فهمني؟ بعدين أنت لك ساعة قاعد تعاني وأنت تقتل فيه، فحبيبي فعليا أنا أنقذتك، أنا ريحتك من الغلبة كلها، فإيش طبيعي إنه أخذ الكل يعني مش منطق. معقول بتصير معك أنتوا كمان؟ ولا أنا الوحيد اللي بتصير معي هيك مواقف؟ أوكي عنا طلع كيف متخبي. طلع أيوة 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 أوه كيف رجع عاشها؟ طلعك لخانس. اطلع والله العظيم طول عمره خانس. بعدين طيب شو بالنسبه للسكن اللي لابسه؟ ايش بالنسبه للسكن العروس اللي لابسه هون؟ اوكي عجب فهمنا الفكره، فكره حلوه بس وات ذا فك. اوكي هاي واقفه فوق ابصر شو قاعد تسوي. جي جي طيب يلا عطي عليك. اوكي وين رايح هسه؟ بلا لغم، كويس انه ما ماتش، كويس انه لابس دلع. طيب اوه كمان لغم حلو حلو. عبي ده طب عبي دمك حبيبي، عبي دمك بلاش ما يكون عندك كمان لغم بقى هناك. عبي دمك 10 الغام مش لغم واحد. ايوه تستاهل، قلت لك عبي دمك ما بترد علي. طيب طلع هذول. اوبا اوبا ليتس جو ليتس جو. طيب اخذ الثلجتين هذول. ايوه صاحبه بده الثلجتين ما رضى يعطيهم. اوف قتل صاحبه كيف؟ لحظه شوي كيف؟ هو من متى تقدر تقتل صاحبك بفري فاير؟ يا اخي يا الله لو اني عن جد اقدر اقتل اصحابي بفري فاير يا ريت، بس عقد ما بيعملوا شغلات بتزلطني. فبصراحه انا بتمنى من شركه جارينا تضيف هاي الاضافه، يعني صراحه لو كنت العب السكواد تطخ على واحد فيهم يقع نك ويموت ويروح اللوبي، يعني يا ريت بصراحه يضيفوا هاي الميزه. بعدين انت الثاني يا مستر لكي اف اف، يعني تقتل صاحبك علشان ثلجتين؟ يعني والله مو مستاهله، او لا والله تعرف شغله والله مستاهله، اظل ثلجتين مش هينات. اوكي هذا لازم نيد فور سبيد باللعبه. اوكي لا هيك شكل الفري فاير راح تكون ب 2025. اوبا طلع هذا فاكينج كام. طلع طلع الجرافيكس يا ربي يا الهي. معقول هيك جد راح تكون شكل الفري فاير ب 2025؟ اوبا اوبا تخيل والله العظيم ليكون اشي خرافي. ليتس جو. انا بصراحه ما عندي اي فكره من وين جاب هذا المقطع، ما اتوقع انه مقطع رسمي، لانه لو انه رسمي راح تلاقي شركه جارينا قرقعت راسنا فيه. بس طلع والله متعوب عليه على الاخر. طلع هاي الكلوك تاور اللي احنا بنعرفها ابدا ولا الها دخل. تخيل لو انه جد فري فاير هيك الجرافيكس تبعتها والله لتكون اشي كثير سفاح. اوكي عندنا هاي البنت. طيب لقت لغم، بس لحظه شوي اللغم اللغم اوكي اللغم مش اللغم لصاحبها. طيب نزل الثلجة. اوكي اشرت عليها. لا لا الخنزرة يي الخنزرة. طب لحظة ذاك ما هو عارف انه حط اللغم هون.
اذا من الشباك مين خنزره؟ يعني هي خنزره منها او غباء منه بصراحه، يعني جريمه مشتركه، هو غبي وهي حقيره، هو غبي وهي حقيره، هذا اللي راح يصير. اوكي يا شباب، وهيك بنكون وصلنا لنهايه الفيديو. اذا عجبك الفيديو لا تنسى تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل لايك، واكتبوا لي تحت في التعليقات ايش اكثر مقطع منهم عجبكم، واذا بتحب سلسله فيديوهات التيك توك اضغط على الفيديو اللي راح يطلع لك هون. وبالنهايه كان معكم دراجون ودمتم في رعايه الله.